تشرفنا اليوم بإطلاق خدمات السيارات الإسلامية في شباك رقم 7 الوكالة 7 للبطل، وإن شاء الله يعني قبل نهاية شهر سبتمبر إن شاء الله يكون تكون تغطية عبر جميع ولايات الوطن، يعني 58 ولاية، كما نصب أن تعمم خدمات السيارات الإسلامية على كامل وكافة وكالات بنك البدر في غضون نهاية سنة 2022 إن شاء الله. اليوم الخدمات الأولى هي بعدد 14 خدمة ومنتوج، عندنا 6 منتوجات من أجل يعني التي تغطي احتياجات الحسابات الادخار والتوفير، و8 منتوجات متعلقة بعمليات يعني هذه هي الخدمات الأولى المنتوجات الأولى المطروحة عبر صيغة السيارات الإسلامية.